واروح بسرعه الى ملعب مختار التتش بالجزيره، وتحديدا مطار النادي في الاهلي في الجزيره، مع الزميل العزيز محمد توفيق اللي جاهز معانا دلوقتي عشان نتكلم معاه على استعدادات الاهلي لمباراه الاسماعيلي غدا على استاد برج العرب. توفيق، مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير زميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، تدريب الفريق، استعدادات الفريق قبل السفر الى الاسكندريه للدخول في معسكر، ومدى جاهزيه الفريق كمان في ظل لعيبه ممكن تدخل القايمه، لعيبه ممكن تخرج، تشكيله ممكن يحصل عليها تعديلات وتغييرات. طمنا كمان على امام عاشور، فكل الاخبار بالتاكيد هنعرفها من خلالك يا محمد، اتفضل. في البدايه محمد، الفريق على طول عقب مباراه انبي في نصف نهائي الكاس، والحمد لله الفريق فاز فيها وصعد للمباراه النهائيه على طول بدون راحه. الفريق تدرب على طول الاربع والخميس، ويعني على طول خميس وجمعه، والنهارده السبت كمان التدريبه الاخيره. الفريق يمكن معتاد على التدريب ليله المباراه، بيبقى التدريب في السابعة مساء، ولكن طبعا لظروف السفر لمحافظه الاسكندريه التدريب بدا فيه تمام الخامسه بالظبط. يمكن طبعا على مدار الايام الماضيه كان في محاضرات بالفيديو للجهاز الفني مع اللاعبين، طبعا لدراسه فريق النادي الاسماعيلي وابرز نقاط قوه وضعفه، وكمان الجهاز الفني طبعا بيبقى بعد مباراه انبي على طول بيبقى فيه تحليل للمباراه واداء اللاعبين والوقوف على مدى تنفيذهم للتعليمات من عدمه، وبعض مثلا لو في اي حاجه من اللاعبين من اخطاء تم ارتكابها خلال المباراه، او كمان بعض الجمل الفنيه اللي تم يعني ادائها بنجاح، بيتم كل دوت مراجعته مع اللاعبين عقب المباراه ثاني يوم على طول. الفريق النهارده زي ما قلت لك يا محمد كان في بس مجرد اجتماع كده بسيط في ملعب التدريب ما بين الجهاز الفني واللاعبين، كلموا طبعا عن اهميه هذه المباراه لمواصله، طبعا انت بتلعب كذا جبهه يا محمد، سواء بطولات افريقيه متعدده او كمان الدوري والكاس، فطبعا لازم يكون في تركيز في اخر مباراه للدوري قبل طبعا خوض غمار بطوله الدوري الافريقي اللي هتستمر ان شاء الله الى المباراه النهائيه باذن الله رب العالمين، فهيبقى في غياب شويه عن المشاركه في الدوري، فنختم مسابقه الدوري بشكل كويس قبل طبعا الاتجاه للملف الافريقي. حالا دلوقتي وانا معاك يا محمد، يمكن التدريب ابتدى ببعض الجمل البدنيه وبعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى تدريبات الكره، وطبعا الجهاز الفني الخاص يعني ومدرب حراس المرمى ميشيل يانكون مع حراس المرمى مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف بيأدوا تدريباتهم بشكل منفرد. التدريب يمكن هيتم اختامه بقى بعمل تقسيمه ما بين اللاعبين، بعده على طول هيكون اعلان قائمه المباراه والسفر مباشره الى محافظه الاسكندريه للمبيت بها الليله، وان شاء الله بكره يبقى يوم المباراه باذن الله من فندق الاقامه 11 الصبح هيبقى الفطار، هيبقى الغداء فيه تمام الثالثه عصرا، والمحاضره هتبقى فيه تمام الرابعه والنصف، من بعدها على طول التحرك لملعب المباراه باذن الله لبدء المباراه فيه تمام السابعه. يمكن النهارده محمد طبعا ابرز ملامح التدريب، يمكن خالد عبد الفتاح خلاص بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل وبعد الاشعه اللي اجراها موجود في التدريبات الجماعيه وتحت امر الجهاز الفني للمشاركه في المباريات، خلاص ما فيش قلق عليه من اصابه الكتف اللي كانت عنده بعد اجراء العمليه الجراحيه. عمرو السوليه، محمود متولي، صلاح محسن، كريم ندفت في المراحل الاخيره من برنامجهم التاهيلي والعلاجي، بقيه اللاعبين الحمد لله بيشاركوا بشكل اكثر من رائع. رضا سليم موجود في التدريبات من قبل مباراه انبي كمان موجود، مودست موجود، كل اللاعبين امام عاشور كلهم موجودين بشكل اكثر من رائع، وباذن الله يكون القائمه المختاره لهذه المباراه تقدم مباراه كبيره وان شاء الله تفرح كل جماهير النادي الاهلي باضافه ثلاث نقاط جديده والفوز باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، برضه عايز اطمن على حاله امام عاشور، يمكن من امبارح بشوف اخبار كتيره انه تعرض لكدمه ممكن ما يكونش موجود في المباراه، هل موجود في التدريب الجماعي الجزء اللي انتوا كنتوا موجودين فيه؟ يعني اطمنيت على حاله امام؟ موجود كل الفريق بالكامل موجود في التدريب الجماعي دلوقتي؟ الحمد لله محمد، يعني باستثناء الاصابات اللي ذكرتها لك كل اللاعبين موجودين بيشاركوا في التمرين بشكل اكثر من رائع. الاختيارات الفنيه طبعا متروكه لمستر مارسيل كولر، الحمد لله يمكن هو عنده حيره ايجابيه ان عنده اكثر من لاعب جاهز في كل الاماكن، فيعني الحمد لله من الناحيه البدنيه والفنيه باستثناء المصابين كل اللاعبين حالتهم اكثر من رائعه، يتبقى فقط الاختيار الفني للجهاز الفني ومجموعه اللاعبين المسافره ان شاء الله لمحافظه الاسكندريه. اتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله المجموعه المختاره تؤدي ما عليها وباذن الله ترجع بثلاث نقاط وفوز مهم جدا في مباراه جماهيريه مهمه جدا في الدوري المصري على مدار تاريخه باذن الله رب العالمين. طيب زميلنا محمد توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي بالجزيره عن استعدادات الفريق لمباراه الاسماعيلي.